أنا من الناس اللي بتحتفظ بكل أجهزتها القديمة في الدرج، وعلى الأغلب أنت كمان بتعمل كده. الجهاز ده مثلاً عندي معاه ذكريات كتير قوي. أول رسالة بعتها أول لا ده كمان الجهاز ده فيه بيانات خاصة جداً أخاف أي حد يحصل عليها حتى بعد ما أمسحها. إحنا بقينا في زمن صعب. نعم ده اللي همك؟ أنت مش عارفة إن الجهاز ده بيحتوي على عناصر كيميائية وزئبق ورصاص ومعادن تقيلة وبلاستيك، وكمان ما بقاش عندك مكان في الدرج. بس أنا لو اتخلصت من الجهاز بتاعي بالطريقة التقليدية معناها إن المواد السامة دي هتعود للموارد الطبيعية، ومعناها إن السموم دي هتتسرب لنا تاني عن طريق الأكل اللي بناكله أو الهواء اللي بنتنفسه. أيوة بس في طرق آمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها كمان عشان نقلل من الأعباء على البيئة. خشي شوفي مبادرات أونلاين وعيدي تدوير جهازك، حرام عليكي. خليني قبل ما اخد القرار الصعب ده نتعرف على المبادره الاول. ايه تدوير؟ هي منصه لجمع المخلفات الالكترونيه. الهدف بتاعها باختصار قوي انك انت اول حاجه تنميه مستدامه، ان انت تقومي صناعه مخلفات. تاني حاجه انك انت بتشغلي عماله وكده. تاني حاجه الاقتصاد الدوار، ان انت بتعملي ريسايكلينج. طيب انا المفروض مطلوب مني ايه عشان اعيد تدوير الجهاز بتاعي؟ اليوزر بينزل ايه تدوير، بيصور الويست بتاعه سواء كان موبايل او لابتوب او اي نوع مخلف اللي عنده، وبعد كده بيحطه بيختار الكوبون اللي هو عايزه. اكوردنج لاختيار الكوبون ده بيطلع له دروب اوف لوكيشن. بعد كده بنديله ابروف، بيروح للفرع كود التسليم بيسلمه في الفرع. الفرع بعد كده بيفحص بيتاكد بيفيريفاي ان الكود والفاوتشر. دلوقتي انا هتوجه للفرع اللي التطبيق حددهولي عشان اسلم تليفوني القديم واخد الهديه بتاعتي. خير. الكود مع حضرتك كده في ديسكاونت 10% أوكي. على اي ديفايس موجود، اي ديفايس جديد مظبوط. اوكي تمام. طيب شكرا. احطه هنا؟ كده هنحطه هنا. شكرا. انا كده دوري خلص، سلمت تليفوني القديم، بس طبعا عندي فضول اعرف ايه اللي هيحصل في التليفون. احنا هنا في قسم المعمل بنقوم بفرز المكونات اللي بتطلع لنا لاجزاء، اما فايبر ودي ليها طريقه في الشغل، او فويل طلع على نحاس على فايبر وده ليه طريقه ثانيه كيماويه ان احنا بنقدر نفصل بيها النحاس عن الفايبر، وبنقدر نطلع فيها بالفويل. وادي منظر الفويل بعد الفصل، ده كده جولد صافي. المرحله قبل الاخيره، المرحله الاخيره بتبقى بودر وبعد كده سبك. كده بعد ما اتعرفت على عملية إعادة التدوير كاملة وعرفت إن بياناتي مش معرضة للخطر، أعتقد هاخد القرار الصعب وهعيد تدوير جهازي الحبيب. Goodbye.